السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا قاسم يواصل الثورة ليقف جميع العالم ضد قاسم. هذه الثورة لا بد من استكمال المهام متاعها وافتكاك الإعلام، خاصة من عصابة التجوع، عصابة الباجي قايد السبسي، عصابة حمى الهمامي. هؤلاء العصابة المجرمين هم وراء الإرهاب، وهم وراء الاغتيالات اليومية، هم وراء تشتت البلاد. هم يستعملون نفس الطريقة متاع اليد الحمراء اللي اغتالت فرحات حشات. اليوم يحبوا يركعوا البلاد، يا اما نرجعوا للسلطة يا اما الفوضى. نحن نتحداكم، وكيموتوا مليون يموتوا 10 مليون ويبقى قاسم، سأكون ضدكم وعاديكم إلى يوم تبعثون. ونحن اليوم إذ نتحدى فنقول لكل الثوار الاستعداد الميداني في كل حومة في كل حي لكشف المؤامرة ضد تونس وشعبها العظيم. اليوم الأمر معاش بيد النهضة، اليوم الأمر بيدكم يا ثوار. الحرية سيكون لها ثمن باهظ ولا بد من دفعه. هكذا تكون الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.